فليه سيادتك بعت لواء يحارب في العراق، يحارب على الحدود العراقية السورية سنة 73 ويكون دور طيران سنة 73؟ سنة بعثنا ثلاث فرق وليس لواء. انا يعني ما يعني قصدي جيش، يعني يعني انا راجل محامي مش عسكري، يعني اما مش عسكري يعني حتى عسكري يعني عندما توقف يعني اطلاق النار كان عندنا مجموع الفرق اللي متحركه خارج معسكراته، مجموع الفرق داخل يعني ماخذه مواضع ثلاث فرق واللي بالطريق اعتقد فرقتين، كان المجموع بحدود خمس فرق متجه بالإضافة إلى القوة الجوية اللي كانت شغالة في الجبهة المصرية وشغالة في الجبهة السورية. يعني الذي يعنيه أنه كان هناك جيش عراقي يحارب على الحدود السورية الإسرائيلية، هذا الجيش لم يكن يحمي أرض العراق ولم تكن أرض العراق مهددة، إنما الأرض التي كانت مهددة هي أرض سوريا، وهذا هو واجب العراق واجب كل قادر. يعني عندما تتهدد العراق نفسها وتنتصر يبقى دورها أوجب، ودورها في اقتلاع جذور الخطأ، أنا مش عاوز أقول حاجة تانية أقرب، والمنتصر قادر على أن يهدي النصر لغيره، لأن الهزيمة لوحدها بتهدي نفسها، الهزيمة كالسيئة عم، أما النصر فيحتاج إلى جهد رجال من أمثال القائد رئيس صدام حسين في حمله إلى الآخرين. فأنا الكلام اللي سمعته في سوريا لسه مش مكفيني. طيب أنا في غاية السرور أن أسمع منك هذا الوضوح وهذه الصراحة، وأعتقد بدون هالوضوح وهالصراحة ما بإمكاننا نكون قناعات حقيقية.